السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المعهد العالي للطيور، تحية طيبة لجميع الإخوان. بالنسبة يعني دائما في إطار الروتين اليومي في نوصل الطويرات، دونك هذه هي الأنثى اللي كنا البارح نزلنا الفيديو ديالها، ولا اليوم بان عندكم فيديو ديال الأنثى يعني اللي وحل فيها البيض. دونك راه حطات البيضة الحمد لله، راه تصوفات. دونك راه بيضات ربعة البيضات صافي. دونك هادي ما بقيتش غادي نطلق عليها الطير، صافي حطيت لها البيض ديالها وخليتها. كاين هاد الانثى راه حتى هي الله اليوم حطت لنا البيضه الاولى، ان شاء الله في المساء غادي نحاول عاوتاني نلوح عليها الطير، مازال خاصها تزيد تلقح. ولو كاين بعض الاخوه اللي كيقول نورمالمون يعني غير تبيض صافي تحيد عليها الذكر، راه يقدر يكون البيض ملقح، ولكن ما بغيناش نغامروا. ولكن من بعد غنديروا التجربه، واش يعني تحط طير على الانثى البيضه الاولى يحطها صافي راه غيكون البيض كامل ملقح ولا لا؟ باقيين تحت نديروا شي تجربه ان شاء الله، بحكم ما بغيتش نغامر بهذه الانثى. هذه راه مازال لحد الان هاي كدور العش، عطيناها الذكر ديالها راه تلقحات كنتسناوها تبيض. هذه الانثى اللي فطمات الوليدات ديالها، دونك اليوم راه حطات لينا اول بيضه تل العشية ان شاء الله بني قرب مغرب، وغادي نجيو نطلقوا عليها الذكر باش يزيد يلقح. هذه حتى هي راه فطمات الوليدات ديالها، دونك راه طلقت عليها الطير البارح راه تلقحات، راه دابا اليوم كتبني في العش يعني باش دير العش الثاني. نفس الشيء بالنسبه لهذه حتى هي لقحناها راه كتبني في العش، دونك قريبه غالبا هاد 3 ايام 4 ايام غادي يكونوا. هذه اللي عندها الوليد واحد، دونك الوليد راه كيبان ليا باقي ما تفطمش، ولكن اليوم راه كيبان ليا زعم في الماكله، غير بغيتو يبقى معانا نزيد نعطلها شويه، لان الذكور ما عنديش الذكور يعني العمليه اللي كندير شويه كطلب ليا شويه الوقت، يعني ندير ربعه تنتيوات نمشي بالربعه بالربعه احسن. دونك هذه راه نخليوها مازال واحد 3 ايام ولا 4 ايام. هادي تاهي نفس الشكل، راني راه لا لاحظتو معايا راه كدور تاهي في العش، يعني عطينا العش راه بركا كدور. ندوزو للجهة الثانية، هادي النسوة اللي قلنا راه مريضة، راه الحمد لله راه درنا لها غير البومادة الصفراء للعين ديالها، ولكن راه ولات دابا مزيان. نتمناو ان شاء الله قبل ما تفطمو هاد الوليدات ونلوحو معاها الطير، يعني الطير اللي غنلوحو لهاد النسوة لحول هاد النسوة. دونك هادو راه تبارك الله اللهم بارك الوليدات، راه كتشوفهم يعني بصحة جيدة. ان شاء الله تما غادي نزيدو نحطو ليهم شي معلافة لداخل باش يزيدو يزعمو على الماكلة، ولكن راه بداو كيبيكيو يعني بداو كياكلو، تما خصنا نعزلوهم على هاد النسوة، غير بغيت نخليهم مازال معطلين شوية. كاينة هادي فرخات لينا جوج، هما الوليدات راه اللهم بارك، غالبا هنا كينذكر النتوة في هذوك الوليدات الصغار، إلا لاحظتو النتوة غتكون هي اللي مليا وذكر مليا. هادو راه حتى هما بداو كيبيكيو الماكلة، هما اللهم بارك، لاحظوا معايا الجمالية ديال التيمبراندو، ويعني راه كيبانو لك الطويرات راه بصحة جيدة، ومازال باقا كتوكلهم الام ديالهم. خليهم بالما وقفوا مزيان وبداو يزعموا يهرسوا الزوان. هادو حتى هما هادو الاخوان الطويرات اللي كانت فيهم بوانوار، الانثى كتوكل مزيان الحمد لله، الطويرات راه تصوفاو. عطيناهم غير خل التفاح واحد الاسبوع، كنعطيهم خل التفاح لما وقفوا ولاو بخير. كاينين هاد الطويرات هادو ولو شويه كانوا ناقصين، ولكن في هاد اليومين مزيان، في هاد اليومين مزيان زدتهم واحد شويه الكالسيوم، درتو لهم الشرابه، عطيتو لهم دابا شي 3 جوغ. الحمد لله راه بداو كيوقفوا، حتى الصحه ديالهم راه ولات دابا حاليا مزيانه. هادو الطويرات اللي فطمنا،
هذا صافي تفطمو يعني. يعني لما غادي مزيان، ولو كان انهم يعني كانت واحد الام بدات كتنتف فيهم، دابا ان شاء الله غادي يقادوا الريش ديالهم ويوليو مزيانين باذن الله. يعني الطويره تركيبه بحال دابا هادو، راه غادي نمشي معاهم غير بباطين ياشف ان شاء الله، ونمشي معاهم بالزوان وخل التفاح. غير هو في حاله هاد الوليدات بحال هكا، يعني من الاحسن خل التفاح يكون على الاقل ثلاثه المرات في الاسبوع، لانكم كتعرفوا الوليدات ملي كيكونوا باقيين صغار دائما كيمشي البراز يبدا ياكل. هو احسن تاخذوا واحد رشاشه، وهذيك الرشاشه ديروا فيها خل التفاح ولا الخل العادي الابيض، وترشوا عليهم دائما فهمتي التدواش، باش حتى يكون عندنا يعني التعقيم مزيان ديال القفص، باش حتى لا طاحت شي حاجه وكذا ما نطيحوش معاهم في مشاكل. دونك كيف ما كتشوفوا راه حنا دزنا على ليلفاج كامل، هذاك الشيء اللي كتشوفوه كامل. دونك ليلفاج راني داير واحد المليمتر هنايا، طالق فيه الكلام، يعني ثلاثه السوايع الصباح، ثلاثه مع 12، ثلاثه في الليل، ومخلي الطويرات يعني كيتصنتوا، وكما كتسمعوا راه الذكور ما كاينش، كاين غير الاناث. ونتمنوا يعني يخرج شي كلام زوان ان شاء الله، الى جميع الطيور باذن الله غادي نسجلوها كالعاده ونشوفوا واش غيهزوا الكلام ولا لا. التجربه دي غادي نديروها هاد السنه، وراكم عارفين بحكم ما كاين لا كونكور لا حتى شي حاجه حاليا، راه الانسان كيجرب. يعني بغينا نديروا شي طويرات كما كنقولوا غير ديال الولاعه، يعني غنتصنتوا ليهم وصافي. دونك هذا راه هو الكلام اللي مخدم، غنانيلي هذاك الميليمتري